في امريكا سنة 2005 بتروح ام تقدم بلاغ ان رجل اعمال مشهور جدا تحرش ببنتها القاصر اللي كان عمرها 14 سنة، والبنت ديت كان ليها صديقة اكبر منها، خدتها قصر رجل الاعمال ده وهو جيفري ابستن، والبنت قالت لها انه راجل طيب وبيساعد البنات الغلابة وبيرعاهم ويكفلهم وبيدعمهم علشان يحققوا احلامهم وبتاع كده. فعلا لما راحت لجيفري اداها 300 دولار وقام اغتصبها. والغريب ان في نفس السنة دهيت اتقدم 3 بلاغات في نفس الشخص ده وبنفس الصيغة وبنفس المحتوى بالظبط. ولما انتشر الخبر في الاعلام زاد عدد البلاغات ضده، ووقتها اتقبض على جيفري ابستن اللي ما قدرتش فلوسه ولا نفوذه انها تخرجه من السجن. وبعد ما كان صديق للساسه وكل المشاهير ورجال وصفوه المجتمع، فجاه تنكر له كل اللي يعرفوه، ودي مجرد بدايه القصه بس. اللي حصل بعد كده كشف بلاوي متلتله يا صديقي. شايفك اللي هناك بتقول انت هتاخدنا في دوكا ولا ايه يا انس؟ ما تشرح لنا مين هو جيفري ابستن. ثانيه واحده بس، انا جاي لك في القصه. اسمه جيفري ادوارد ابستن، ملياردير يهودي بريطاني امريكي من مواليد سنه 1953. اتولد في نيويورك لاسره بسيطه، والتحق بجامعه نيويورك، وبعد كده اشتغل كمدرس للرياضيات. وبعد فتره من عمله كمدرس للرياضيات، لانها شغلانه مش جايبه همها، رياضيات ايه يا عم وبتاع ايه، اتجه للاستثمار وقال لك يا عم يمكن تضرب معايا وابقى ملياردير. وفعلا هو ده اللي حصل. وفي سنه 1982 قدر يجمع ثروه كبيره جدا، من خلالها قدر يفتح بزنسه وشركته الخاصه، وكان كل تعاملاته وشغله مع اصحاب مليارات فقط. وفي سنة 1998 بيشتري جيفري ابستن جزيرة تمنها 7 مليون دولار، الجزيرة اللي هتكون وبال على دماغه بعد كده. المهم بعد ما جيفري اشترى الجزيرة ده، هي بدأ يستعملها بأنه يعمل حفلات مخصوصة لكبار رجال الأعمال والساسة والمشاهير من العالم كله. قال لها طب إيه يا عم المشكلة؟ ناس عايزة تروق وبتاع، وناس أغنياء ومع نفسهم في حالهم، يعني ليهم حق، يعني أنت عايزه يعمل الحفلة فين؟ الفكرة يا صديقي إن الجزيرة ده هي ما كانتش جزيرة عادية كده. الجزيرة ده هي كان بيتم جلب فتيات قصرات ليها وإغراءهم بالمال، وكان بيتم فيها اتجار بالبشر. وافهم بقى انت الباقي يا صاحبي، مش محتاج اشرح لك يعني. المهم بعد 10 سنين يعني سنه 2008 بيتقبض على جيفري ابستن بعد ما تقدم فيه بلاغات كتير جدا. البلاغات دهيت كانت من بنات تم استغلالهم واستدراجهم للجزيره دهيت وقت ما كانوا قصرات، بيتهموا فيها جيفري ابستن وزواره من الجزيره دهيت اللي هم من المشاهير العالميين، بيتهمون فيها بالاعتداءات الجنسيه عليهم. ووقتها القضيه راحت للمحكمه وتم الحكم على جيفري ابستن بقد ايه، 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، دي اعتداءات جنسية يعني. لا، ما اتحكمش عليه بكده خالص، اتحكم عليه بالسجن 18 شهر بس، والتهمة كانت إقامة علاقات مع قُصر مقابل مبالغ مادية. صح يا مصر يا عم. مش اعتداءات جنسية ولا اتجار بالبشر نهائي. المهم بيدخل جيفري السجن لأول مرة، اللي هو أصلاً ما كانش سجن، ده كان بيطلع كل يوم من السجن الصبح ويرجع بالليل بدعوى إنه محتاج يدير أعماله. ده بغض النظر كمان عن إن المكان اللي هو كان مسجون فيه ما كانش سجن أصلاً، ده كان عبارة كده عن جناح فخم فيه تلفزيون وميني بار وكل حاجة نفسه فيها، حاجه كده شبه فيلم سامي العدل في فيلم اللي بالي بالك. طبعا الضحايا باهليهم والمحامين اللي كانوا متولين القضايا دهيت رفض الحكم اللي اتحكم بيه على جيفري ابستن، وشافوا ان مش ده الحكم العادل ولا دهيت التهمه اللي المفروض تتوجه له فعلا. والراي العام انقلب وقتها، كان بيتقال ان في صفقه مريبه تمت ما بين جيفري ابستن والمدعي العام وقتها، واللي كان اسمه الكسندر اكوستا. افتكروا الاسم ده كويس، الكسندر اكوستا. وكل ده تم علشان جيفري يطلع من السجن، وفعلا جيفري طلع من السجن وما كملش ال 18 شهر اللي المفروض كانوا يقعدوا. لكن لما طلع جيفري من السجن، كل الناس اللي كانوا يعرفوه من الساسه والمشاهير تنكروا له، كل الناس اللي كانوا اصحابه وعارفينه وكانوا حتى بيزوروه في الجزيره دهيت قالوا ما نعرفوش يا بيه، مالناش دعوه بيه. لدرجه ان دونالد ترامب رئيس امريكا السابق اللي كان مقضيها خميس وجمعه في الجزيره دهيت قال انا ما اعرفوش وما شفتوش بقالي 10 سنين كمان. ولا بيل كلينتون مثلا اللي متصور في الجزيره دهيت انكر انه كان في الجزيره او شافها، رغم ان تقارير المطار اكد ان هو دخل الجزيره دهيت اكتر من 22 مره على مدار 10 سنوات. المهم بعد ما جيفري ابستن طلع من السجن، القضيه دهيت فضلت منسيه ومركونه شويه لغايه سنه 2014. بتيجي بنت ببلاغ جديد بتتهم فيه جيفري باغتصابها في قصره. تاني يا جيفري الكلب، انت ما تبتش يا ابني، ما انت لسه طالع، احمد ربنا بقى واسكت وبطل اللي بتعمله ده، مش مكفاك المليارات اللي معاك ولا ايه؟ المهم البلاغ ده ما كانش الوحيد اللي جه ضد جيفري ابستن بعد ما طلع من السجن اول مره. على مدار سنوات 2015 و2016 و2017 كانت بتتوالى البلاغات والاتهامات الجديده لجيفري ابستن، لدرجه ان الناس وقتها والراي العام بدا يطلق على الجزيره دهيت اسم جزيره اغتصاب القاصرات. طبعا زي ما قلت لكم البلاغات في الوقت ده بدات تزيد جدا، وبدات تاخد طابع ومنحنى تاني، مش بس ان هو كان يستغل البنات دهيت مقابل المال الاول وبعدها يعتدي عليهم او يغتصبهم، لا ده كان بيديهم وبيوردهم لاصحابه الاغنياء ورجال المجتمع في امريكا واوروبا. واللي بياكد على الكلام ده البلاغ اللي ورد فيه اسم الامير اندرو، اخو الملك تشارلز ملك انجلترا وابن الملكه اليزابيث، تيتا اليزابيث لسه ميته من سنتين دهيت.
واللي تم اتهام الملك اندرو فيها انه مصاحب جيفري علشان يورد له بنات قسرات. وفي اخر سنه 2018 بيجي قاضي جديد بينظر في القضيه بتاعه جيفري، وبيكتشف بعدها ان المدعي العام الكسندر اكوستا، فاكرينه اللي تم ذكر اسمه في اول الحلقه، اهو القاضي الجديد بقى اكتشف ان الكسندر اكوستا تعمد تضليل الضحايا وتوههم لحد ما عمل صفقه سريه مشبوهه مع جيفري ايبستن علشان يقدر يطلع منها جيفري ايبستن من السجن زي ما حكيت لكم في الاول. وفي الاثناء دهيت في سنه 2016 بتيجي الانتخابات الامريكيه وبتجيب دونالد ترامب رئيس الامريكي، دونالد ترامب اللي كان على علاقه مع جيفري ايبستن. وبعد ترامب ما بقى رئيس الجمهوريه بيعلن في مؤتمر صحفي سنه 2017 عن ان الكسندر اكوستا اصبح مسؤول عن منصب كبير اقرب لمنصب وزير. الكسندر اكوستا اللي كان القاضي بتاع قضيه جيفري ايبستن اللي تعمد تضليل الضحايا وعقد صفقه سريه مع جيفري، بقى مسؤول منصب كبير جدا في اداره ترامب. وقتها طبعا القضيه دهيت كانت تحت الميكروسكوب، والناس والصحافه كانت مركزه جدا مع كل اطرافها، ولما الموضوع ده وصل للراي العام وانتشر بدات الناس تبقى ساخطه جدا ورافضه لقرار تعيين الكسندر اكوستا. ولان ترامب كان خايف على اسمه وسمعته انها ترتبط بشخص سمعته وحشه وفاسده زي الكسندر اكوستا، ده على اساس يعني ان ترامب سفير الامم المتحده للسلام. المهم طلع الكسندر اكوستا وقال انه بيتنحى تماما عن اي منصب رسمي. طبعا كل التفاصيل اللي انا حكيتها تهيت بعد ما بتبان للراي العام، وبعد ما البلاغات بتكتر اكتر واكتر واكتر، ومحامين بيقدموا بلاغات بشكل اكتر واكتر واكتر، بيتم القبض على جيفري ايبستن سنه 2023. لكن المره دهيت هتكون مختلفه تماما عن المره اللي وقتها فلوسه مش هتقدر تنقذه ولا تطلعه من السجن المره دي. بعد ما اتقبض على جيفري ايبستن ما قعدش شهر واحد في السجن. تقول لي ايه طلع؟ لا، انتحر. جيفري ايبستن انتحر بعد اقل من شهر من دخوله السجن. وطبعا بعد خبر زي ده كان لازم الطب الشرعي يحلل الجثه ويشوف اذا كان الشخص ده انتحر فعلا ولا لا، عشان يجي تقرير الطب الشرعي بنتيجه صادمه جدا ويقول ان الكسر اللي ادى للوفاه شبه مستحيل انه يكون ناتج عن انتحار، ولو ده حصل فتبقى حاله نادره جدا. ووقتها شكك ناس كتير جدا في اذا كان فعلا جيفري انتحر ولا لا، وكان في كلام بيتقال كتير وقتها انه تم قتله عشان كل الاسرار اللي كانت معاه يتم دفنها معاه. وصراحه لما نعرف نوعيه الناس اللي كانت متورطه مع جيفري ايبستن واللي اساميها تم الكشف عنها في الفتره الاخيره، لما نبص على الاسامي دهيت ممكن فعلا نستاندنج فعلا ان ده بنسبه كبيره ممكن ما يكونش انتحار، وانه تم الخلاص منه واغتياله في السجن. يعني عندك في الاسامي دونالد ترامب رئيس امريكا السابق والملياردير المعروف والمشهور، بيل كلينتون رئيس امريكا الاسبق، ايهود باراك رئيس وزراء اسرائيل الاسبق، مايكل جاكسون المغني العالمي، والموضوع كمان وصل لامراء وملوك عرب، ووصل برضه للامير اندرو اخو الملك تشارلز ملك انجلترا، اللي هو حرفيا صفوه مشاهير العالم كانوا زباين عن جيفري ايبستن في الجزيره بتاعته. ولحد دلوقتي القضاء الامريكي كشف عن 200 اسم من ناس كانوا متورطين في جزيره جيفري، واللي كل يوم وثائق جديده بتظهر وبتنكشف وبيبان معاها اسامي ناس مشهوره تانية. من الاقوال المنتشره هي ان جيفري كان عميل للموساد، وان الوثائق والتسجيلات والفيديوهات كلها موجوده عند الكيان الصهيوني، وطبعا على اساس ان هو كان له علاقه مع الموساد وانهم كانوا زارعينه، وكل شيء كان بيحصل في الجزيره دهيت كان بيتم تصويره وتوثيقه علشان الكيان الصهيوني يقدر يستعمله في اي وقت كابتزاز للشخصيات المشهوره والعامه دهيت. وهو نفسه اللي قرر يطلع الجزء دهوت من الاسرار في الوقت دهوت ويكشف عن بعض الاسماء علشان يخوف التانيين، من منطلق اضرب المربوط يخاف السايق. واللي بالمناسبه في كلام بيتقال ان لسه في تسجيلات اوسخ بكتير وحاجات اصعب بكتير من الاسامي اللي تم نشرها. وطبعا الكيان الصهيوني عايز يستغل التسجيلات دهيت او الوثائق دهيت عشان يضغط على الناس اللي اساميها لسه ما اتذكرتش ويفضلوا يدعموا في الكيان الصهيوني. يعني الاسامي اللي ظهرت دهيت مش هم المستهدفين، لا، ده المستهدفين اسامي الناس اللي ما ظهرتش اساسا. لغايه كده ودي قصه جيفري ايبستن وجزيرته باختصار. بس انا اللي لفت نظري صراحه اكتر هو نوعيه واسامي الناس اللي كانت موجوده في القوائم ده. عندك بيل كلينتون رئيس اسبق لامريكا، ستيف هوكينج عالم الفيزياء المشهور، هيلاري كلينتون بابا الكنيسه الكاثوليكيه، وغيره وغيره من اسامي ناس مشهوره ومؤثره جدا في العالم. كلينتون الوسخ ده مثلا هو اللي وقع على قرار غزو العراق واللي بسببه مات الملايين من اهل العراق، سرقت خيرات العراق وتم تدميرها. ولا مثلا ترامب الاوسخ منه ده هو اللي اعترف بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني. يعني عارفيا واحد داعر مشتهي للاطفال بيعطي ارض السكان الاصليين لناس محتلين وبي يعترف بيها لشويه محتلين وعصابات. والقائمه كمان فيها ملك انجلترا الامير اندرو واللي ايديها هي كمان في الخرى يعني، وعاملين فيها رواد الحضاره والنور للبشريه. السؤال اللي انا عايز اساله دلوقتي، تفتكروا لو كان في عالم مسلم او شخصيه مسلمه مرموقه ومشهوره يشهد ليها في العالم الاسلامي، تفتكر لو كان في شخصيه من الشخصيات دهيت اسمها ذكر في القائمه، تفتكر كان هيتم تناولها ازاي وكان هيتم انتقادهم ازاي من شخصيات وسخه زي اسلام البحيري او ابراهيم عيسى؟ هل هم دلوقتي يقدروا يطلعوا يقولوا النظام الغربي الامريكي ده نظام فاسد، نظام بيحرض على البيدوفيليا واغتصاب الستات وامتهان كرامتهم مقابل المال؟ هل هيطلعوا يقولهم لازم تغيروا طريقه تفكيركم وحكمكم يا شويه
مشتهين اطفال ودعره، ولا هما مش بيزعلوا قوي وبتحرقهم قوي غير لما يشوفوا الراجل الغلبان مثلا اللي في القريه بيجوز بنته اللي عندها 17 سنه و11 شهر من واحد هيديها حقوقها وهيتجوزها على سنه الله ورسوله واشهاره قدام العالم. لا هما ما بيهتموش غير بده، ده بيزعلهم قوي اللي هو ازاي تمتهنوا حقوق المراه اللي عندها 17 سنه و11 شهر يا شويه راجعين ومتخلفين. من الاخر الرساله اللي انا عايز اقولها ان انت كمسلم دينك هو دين الكمال والصلاح للبشريه ولكل زمن، ودي حقيقه صراحه يكفي لاثباتها رؤيه الطرف الاخر اللي على النقيض اللي بيقول على نفسه العالم الحر المتقدم المتنور رواد الحضاره والتنميه والكلام ده كله. ودلوقتي احنا لو حنا ضعيف كدول عربيه مسلمه، فانا عايزك برضو تعرف ان اغلب النخب المثقفين ده هم بيتم تصديرهم للعالم كانهم رسل النور والحضاره، ما هم الا شويه سايكو ومختلين وبلاويهم ما فيش اكتر منها. الشخصيات الوسخه ده هي تصدر عالمنا لعقود وقرون طويله، اوهمونا ان هم اللي هنا وهم اللي هناك وانظمتهم هي افضل انظمه لحكم العالم وحكم البشر، وكتير مننا صدق للاسف ده لان انت حال بلادك وحال حكوماتك ضعيفه، بس الفكره انها مش في الحكومات ولا في الدول. وانا حابب ان القصه دهيت يمكن تكون فرصه لينا ان احنا نراجع حساباتنا ونراجع افكارنا كويس، ونفهم ان العالم بيحكمه فئه قذره اساس التعامل فيها هو ترابط راس المال والمناصب السياسيه والمصلحه فقط. في الفيديو ده حاولت اشرح لكم باختصار قصه جيفري ابستن والجزيره بتاعته. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.